أيضا النادي الأهلي النهاردة بيكرم رجال اليد الأهلي بعد التتويج الإفريقي زي ما حضراتكم عارفين يوم الخميس اللي فات. الحقيقة استطاع النادي الأهلي أن يفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية النهاردة، وبعد رجوع البعثة مباشرة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب وبتواجد كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بيكرم رجال اليد. الحقيقة النهاردة حاجة محترمة جدا أن الكل متواجد في هذا التكريم الرائع، الحقيقة يستحقوه بعد أداء بطولي وأداء رائع في كأس الكؤوس الإفريقية اللي استطاع أن يفوز بها النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم شايفين تكريم الكابتن محمود ومجلس الإدارة لهذا الفريق اللي إن شاء الله هيكون عندنا مباراة أخرى يوم الجمعة القادمة في بطولة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك. وكابتن رؤوف عبد القادر ألقى كلمة، الكل الحقيقة كان مبسوط جدا، كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين متواجدين. وفي النهاية ألقى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كلمة اتكلم فيها عن تكريمه أو تكريم كل هؤلاء اللاعبين. خلينا نطلع نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب في تكريم رجال اليد النهاردة، وبعد هذه الكلمة نرجع نكمل مع حضراتكم بقية الأخبار اللي معانا. ألف مبروك، الحمد لله ربنا كرمنا. البطولة كانت غايبة عن النادي الأهلي بقى لها فترة طويلة. مكسب البطولات بقى رجالة بيبقى مسؤولية أكبر، لأن أنتوا كده بتقولوا للناس إحنا هنقدر، وأنتوا فعلا تقدروا. أنتوا تقدروا تضيفوا بطولات تانية، وتقدروا تضيفوا كؤوس تانية، وتقدروا تخلي رقبتكم فيها ميداليات كتير. أنتوا تقدروا تعملوا كده. لناديكم وباسم ناديكم وتاريخه وامكانياتكم انتوا كمجموعه، لان امكانياتكم كبيره جدا واحنا مؤمنين بيها جدا. وهنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا بطوله الدوري على جول واحنا في الملعب، وانتوا بتقدروا تكسبوا الكاس بعديها بثلاث ايام او اربع ايام، وانتوا عملتوا كده. وقلت لكم مستقبل ليكم، وانتوا فعلا المستقبل ليكم ان شاء الله يعني. بس انتوا بقى ابتديتوها بدري ببطوله قاريه كبيره، عشان كده المسؤوليه بقت زياده عليكم. وانتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم ولنفسيكم تقدروا تحققوا حاجات كتير جدا. احنا كل اللي نقدر نعمله بس ان احنا بنحاول نوفر لكم الامكانيات كلها اللي تقدر تخلي تساعدكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب، وانتوا المواهب اللعبه دي، وعندكم قدرات انك تقدروا فعلا تخلوا الفتره اللي جايه دي ازاي يكون البطوله جوه النادي الاهلي او البطولات جوه النادي الاهلي. فمحتاجه شيء من يعني القوه تزيد والروح تزيد والالتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات باذن الله تزيد. لو احنا كمجلس اداره كل زمايلنا في مجلس اداره عندنا ايمان كامل بالمجموعه دي، علشان كده احنا كلنا النهارده قلنا نشوفكم نحتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده. المسؤوليه بقت اكبر، وانتوا اهل المسؤوليه وتقدروا تعملوا الكلام ده. كمان المجلس دلوقتي كنا لسه بندرس مع بعض في المجلس ان كان في مش عارف نسب ومش عارف توزيع نسب من العقود وكده، فاحنا دلوقتي اوريدي بقى في حاجة أعتقد مناسبة جدا بالنسبة للسنة اللي فاتت أو يعني السنتين اللي ورا بعض دول. كويس؟ هتكون النسب دي إن شاء الله تبقى أفضل بكتير، وتبقى لأن أنتوا تستحقوا ده. أنتوا تستحقوا إن إحنا يكون المجلس دار النهاردة يكون كل المجلس بيتكلم إزاي نقدر نكافئ الأولاد وإزاي نقدر نكافئ لعيبتنا. والمكافأة دي مش علشان ده المجلس بيمين، ده حقكم. حقكم طول ما إحنا ماشيين في سعادة جماهيرنا وماشيين في تركيزنا والتزامنا لإضافة تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم. النهارده في عندكم مثلا المدير الفني بتاعكم مثلا كابتن طاهر كان لعيب زيكم، لكن لما بيقعد يتكلم كان نفسه لاعب كلاعب حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا. كمسؤول بقى حقق ده موضوع ولا مدير فني ولا
وهكذا كل الزملاء الاداريين الموجودين يعني. فجماعة تاني ألف مبروك، وهيكون في تواصل ما بين الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع كابتن رؤوف عبد الهادي وكابتن ياسر الرملي، عشان يحطوا يعيدوا تاني يعني الإضافة أو ما تم خصمه ده يتعاد تاني، طالما أنتوا على قدر هذه المسؤولية وبهذه المسؤولية اللي أنتوا أسعدتوا بيها الناس. من كلمة أسعاد الناس دي، الناس منتظرة إنها تساعدوهم أكتر. عندكم ما هو قادم أمر مهم وبطولات مهمة لازم تاخدوها بمنتهى الجدية، منتهى الجدية، منتهى التركيز، منتهى الالتزام. ده مهم جدا يا رجالة، مهم جدا، لأن أنا النهاردة جمهورك يبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عاملة إزاي. جمهورك بس، جمهورك ومسؤوليك كمان، وأنت نفسك كلاعب. احنا كلنا كنا لعيبه زيكم هنا، كنا بنقعد برضه مكان كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا. التزامك، مجهودك، روحك العاليه، ادائك، تركيزك، الناس بتحس بيه، تحس انت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا انت مقصر. وانا اعتقد ان انتم دلوقتي كده بالوشوش اللي انا شايفها دي كده، انتم عايزين تطلعوا اقصى حاجه عندكم. وده اللي احنا منتظرين منكم ان شاء الله. مرة تانية ألف مبروك. دكتور سعد، أنت عندك حاجة تانية يا حبيبي؟ ترتيبكم إيه؟ ترتيبكم إيه للموضوع؟ ودي يا جماعة بس هي حاجة بسيطة ديت. بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد رجال موسم 2021. ده برضو الدكتور سعد مع مجلس الإدارة فكروا ازاي يكون في تكريم للمناسبه دي تحتفظوا بيها في بيوتكم ان شاء الله. تاني بنشكركم على ادائكم، بنشكركم على روحكم، بنشكركم على التزامكم، ومنتظرين منكم ان ده يبقى زياده ان شاء الله باذن الله. شكرا يا شباب. ألف مبروك لكل لاعيبة النادي الأهلي ولكل جمهور النادي الأهلي هذا الأداء الرائع اللي اتأدى الحقيقة في هذه البطولة الأفريقية الأخيرة، وننتظر منكم المزيد زي ما قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في كلماته لهؤلاء الرجال. الحقيقة اللي احنا بنشكرهم جدا جدا. أنا كنت عارف اللي كان بيحصل في المغرب، كانت الأمور صعبة جدا جدا، ولكن في النهاية استطاع رجال اليد ان هم يجوا بهذه البطولة من قلب المغرب، وإن شاء الله البطولة القادمة بطولة السوبر أمام النادي الزمالك.